كما قلت سماح بكري شويه معناتها العوام الاخرى موجوده بريسك براتيكمون في الـ في كوم الكل محظوظه او, أو. عندك المعارف لا لي لا لي ما عندي وجه ربي انا ما عندي حد كلهم صحابي الناس كل اما ما عنديش <applause> يعني حتى اللي في الدومين يعرفوني مش جبده روحي ولا ما عندي معناتها كيما نقولوا نحن القفص نتاعي اللي عايشه فيه عندي صح... صحبة الناس كل <applause> شه الاولى ضحكة مع الناس كل ما عنديش شكل معارف وكل كتاف وكل الحاجات هذيك مي آه الحاجه اللي يمكن شفات لي اللي انا نعيش على طبيعتي معناتها انا الناس كل يقولوا لي مثلا يقول لي تعرف علي جبتك ابار موهبتك وكل انا جبتك خاطر سبونتاني خاطر قلبك باهي خاطر تعاون خاطر في الخدمه تعطي من عندك دونك هذوما الحاجات اللي خدمت عليهم معناها انا مو شكل اللي جوست تقال ولا انا تعب عليهم اللي انا نكون في الخدمه كيقولوا سامح بونكتويل كيقولوا سامح كلمتها سمح تعطيك معناتها اللي عندها الكل وتفرغ روحها معناها رغم الظروف خاطر مش سهل انك تخدم وانت عندك ظروف مم. وعندك بيبي بي وعندك حاجات انا نتحدى الظروف هذيك الكل فما شكون يعيط لي المحاربه دونك يرتاحوا في الخدمه معايا يلقاني معناتها انا الدور مثلا نشيخ عليه نقدم فيه نزيد مم. ونعطي اضافات مو شكل جوست نجي نادي دوري ونمشي ولا خاطر مالوغوزمون ساعات فما فنانين يوصلوا لك ليتاب هذيك نتاع نجي دوري ونمشي التواريت اللي سميتهم لك الكل كيريتهم في الخدمه بالعكس يعطيوا كل ما عندهم بالحق يبدعوا آه رغم معناتها هاني قلت لك اللي يخدموا في برشا حاجات يمتعوا طون والعمر زاد عنده دخل معناها مش كيما 30 كيما 50 كيما 60 دونك ناخذ منهم الحاجه ذيك وتعلمت منهم هما كي ريتهم كيفاش في العمل معناتها كيفاش يتفانوا في العمل نتاعهم وكيفاش يتعبوا كيفاش الظروف معناتها ما توقفهمش وكل شيء تعلمت نكون هكاكا وذاك اللي يشفع لي خلاني العباد تعيط لي يقول لي ريتك موهوبه ما نجم تكون موهوبه ما نعيطلكش كي تبدا انت في الخدمه بليده ولا ما نحملوكش ولا طبيعتك خايبه ولا تتشرط ولا عندك معناها الطبيعه صعيبه ولا حاجه ما نعيطولك مي طبيعتك زاد تسهل عليك وزهر يلعب معناتها الحمد لله نقول انا ديما نقول ربي يكتب لي الخير الحمد لله ان شاء الله ربي يكتب لك ويكتب لنا الناس الكل الخير مع يعني حسب كلامك ما توافقش العربي المازني في تصريحه الاخر كي قال انه آه الادوار تتفرق في, آه في, في 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 الملاهي الليليه وفي في آه في بلايص آه معينه هو لا فما مش ما نوافقوش نوافقوا وما نوافقوش مش الادوار الكل مش المسلسل الكل فما بالحق اعمال تتعمل اللي آه دجا ديجا كي تشوف كي تتفرج وتلقى غياب تام للممثلين ساعات ولا معناتها تلقى من نعرفش تلقى حاجات ما تقول لك هذا ايش يعمل هوني ولا هذا كيف جاي ولا فما ساعات تصير مش ناس كل راهو مانيش نعني في حتى حد مش بعد ما يقولوش هكا ولاك هكا مي فما اعمال بالحق معناتها تصير في تونس بتدخل شويه من برا برشا م. في الشرق موجوده برشا ماهيش سهله مي فما اعمال فما عباد انا الحقيقه اللي خدمت معاهم بخيس كل الكل مريت منهم كان الباهي مريتهمش هكا حكيت معارف وجيب فلان بالعكس م. نراهم حتى فما شكون يوصل يكاستي يعني يعمل كاستينغ ويحل كاستينغ ويجرب واللي مقربين لي يعرفوني انا كي بدا فما كاستينج نبعث كي عمل فيه زادة كيف في كيف نكلم كان كي بنات ولا اولاد ما عنديش حتى مشكل <applause> <applause> معناتها ما مالي اللي خدمت فيهم هم ما فيهمش الحاجات هذيك معناتها يعني انا حتى ليلى سندريلا ولا في الحجامه ولا غير وقدامي حتى الادوار الصغيره الكل بالعكس قدامي كاستينغ نراهم لي اسيستون ونبداينا نبروبوزي وديك تبروبوزي ويكلموا فلان وفلان هذوما اللي انا خدمت فيهم الاخرين ما عندي حتى علاقه توافق مهذب الرميلي ام لا؟ <applause> في التدوينه اللي هبطها قال تاكد فلكيا استحاله رؤيه هلال رمضان 2023 لغياب مهذب برميلي عن الدراما مما اضطر اضطرت القنوات التونسيه الى اعاده اعمالها السابقه توافقه <applause> ولا هذه هبطها قبل ما يبدا رمضان والله يشوف انا خاطر مهذب بنحبه معناتها كممثل وكشخص وكل اما التدوينه نتصورها فدلي كره بديت خاطر معناها معروف علي عنده تفدليك وكل شيء ما نتصورش يقصد في حاجه مي الحاجه اللي انا نوافق فيها انه الممثل كي يبدا غايب رو في رمضان يحسها انا عم ناول حسيتها ولو ما كانش عندي برنامج خليك بوزيتيف وكنت أموا ظاهره في التلفزة وبالإعادات شويه اللي هكا بردوني شويه مي الكاميرا مونك يجيك بالحق معناتها مونك تبدا ماذا بيك موجود في سيت في مسلسل في حاجه تكون معناها يحسها الممثل فهمت دونك انا نعرف شو معناها معناتها ممثلين يكونوا غايبين على رمضان تتحس فهمت انا مثلا حسيتها مي انا ما عبرتش ما هبطش ستاتيو ما قلت حتى شيء هو بدات خبت فدليكا معناها هبطها كيكة يمكن ما نعرفش شنو اللي اللي وراها ستاتيو مي ما نجمش تحيه مهذب ان شاء الله ان توكا أه نلقاوه في اعمال أه في رمضان المقبل أه